السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبحث في هذه المحاضرة، ونحن ما نزال نبحث في العقوبة والتدبير، سنبحث انقضاء العقوبة، حيث أن الأصل في انتقام الدعوة العامة على الجاني ثم تسير إجراءاتها إلى حين صدور حكم مبرم فيها، وصدور هذا الحكم في الدعوة يجعلها منقضية بحيث يحل محلها بكل آثاره ومفاعله القانونية، أي الحكم هو الذي يحل محل الدعوة. لكن الدعوة العامة قد تسقط قبل رفعها أو قبل صدور حكم مبرم فيها لأسباب متعددة، منها وفاة الجاني، العفو العام أو العفو الخاص أو التقادم أو صفح الفريق المتضرر في بعض الجرائم، وبذلك يسد الطريق أمام الوصول إلى حكم بات بالعقوبة، ويفقد الجرم جزءا أو كلا من آثاره الجزائية. والأصل إذا صدر حكم مبرم في الدعوى العامة أن يصار إلى تنفيذ العقوبة المترتبة على المحكوم عليه، وتنقضي هذه العقوبة باستكمال التنفيذ لشروطه القانونية. لكن الأمر لا يسير دائما على هذا المنوال، بل كثيرا ما تحدث أسباب قبل التنفيذ أو أثناءه تؤدي إلى سقوط العقوبة أو سقوط الحكم. هذه الأسباب هي وفاة المحكوم عليه، التقادم، العفو الخاص، العفو العام، إعادة الاعتبار. لذلك سنبحث في هذه المواضيع على التوالي. سنبدأ بوفاة المحكوم عليه. أثار وفاة المحكوم عليه على العقوبات يختلف بين العقوبات المتعلقة بشخص المحكوم عليه والعقوبات المتعلقة بماله. فالعقوبات المتعلقة بشخص المحكوم عليه كالعقوبات البدنية أو العقوبات الماسة بالحرية والعقوبات الماسة بالحقوق والعقوبات النفسية كنشر وإلصاق الحكم تسقط بوفاته وفق ما نصت عليه المادة 149 من قانون العقوبات. هذا أمر بديهي ينسجم مع مفهوم العقوبة من حيث أنها شخصية لا توقع إلا على إنسان حي صالح لأن يكون محلا لها، ولا يجوز أن تنتقل من إنسان إلى آخر. أما العقوبات المتعلقة بالمال فقد نصت المادة 149 من قانون العقوبات صراحة على أن وفاة المحكوم عليه تحول دون استيفاء الغرامات، ولكن بالمقابل فإنه لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي، ولا مفعول لها أيضا على المصادرة العينية، أي مصادرة الأشياء الممنوعة بحد ذاتها، وأخيرا لا مفعول لها على إغفال المحل. أما بالنسبة للتعويض المدني فلا أثر لوفاة المحكوم عليه، ويتوجب دفعه للمدعي الشخصي من تركته. طيب، البحث الثاني من انقضاء العقوبة هو التقادم. ما هو التقادم؟ التقادم هو مرور الزمن على فعل أو واقعة قانونية. وأسباب التقادم في التشريعات المدنية والجزائية على حد سواء هو مرور الزمن على واقعة لفها النسيان فأصبحت من مخلفات الماضي. طبعا للتقادم فلسفة خاصة بالنسبة للجريمة، فإذا لم تتحرك الدولة للرد على المجرم في الوقت المناسب فسوف تفقد الدعوى الجزائية وتفقد العقوبة جدواها ومدلولها في الردع الخاص والردع العام، ولا يعود لها ذلك التأثير المطلوب على الفرد وعلى المجتمع.
طيب، التقادم على الدعوة العامة والتقادم على العقوبة، قد يمر الزمن على الجرم فيسمى ذلك بالتقادم على الدعوة العامة، فإذا وقعت الجريمة ولم يجري بشأنها عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة أو جرى ثم توقف، فتسقط هذه الدعوة بمرور 10 سنوات محسوبة من تاريخ الفعل الجرمي أو من تاريخ آخر إجراء تم بشأنه إذا كانت جناية، و3 سنوات إذا كانت جنحة، و1 سنة إذا كانت مخالفة. أي بالنسبة للتقادم على الدعوة العامة أو على الجرم، مر الزمن على الجرم، قد يمر الزمن على العقوبة إذا تمت مراحل الدعوة الجزائية وصدر حكم مبرم فيها ولم ينفذ هذا الحكم أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال مدة زمنية معينة. ونظرا لأن ما نبحث فيه هو التقادم على العقوبة التي لم تنفذ بعد، فهذا الموضوع يجب دراسته على التوالي، مدة التقادم على العقوبة، بدء سريان التقادم وحسابه وانقطاعه ووقفه وآثاره. فمدة التقادم يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول، وتحسب السنوات بالتقويم الميلادي، وقد حددت مدة التقادم في المواد من 162 ل 166 عقوبات سوري، وهي الآتية: عقوبة الإعدام والعقوبات المؤبدة تقادمها 25 سنة، العقوبات الجنائية الأخرى المؤقتة ضعف مدة العقوبة على أن لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة. بالنسبة للجنح 10 سنوات الحد الأقصى و5 سنوات الحد الأدنى، يعني ضعف مدة العقوبة على أن لا تزيد عن 10 ولا تنقص عن 5 سنوات. طيب العقوبات الجنائية الأخرى اللي مددها مختلفة بس تكون جنائية مؤقتة 10 سنوات عقوبتها، حتى لو كان الحكم 1 سنة، طبعا لأن الحد الأدنى قلنا بالجنايات 10 سنوات، بالجنح 5 سنوات هو الحد الأدنى. بالمخالفات بشكل عام 2 سنة بالتقادم المخالفات، تدابير الاحتراز مدة تقادمها 3 سنوات، تدابير الإصلاح مدة تقادمها 1 سنة إلا إذا صدر قرار عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة يقضي بتنفيذ العقوبة على الرغم من مرور 1 سنة على إغفال تنفيذها. طيب بدء سريان التقادم، متى يبدأ سريان التقادم؟ يبدأ سريان التقادم على الوجه التالي: في الجنايات يبدأ التقادم بموجب أحكام المادة 162 فقرة 4 من قانون العقوبات من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهي. يعني لو نفذ 1 سنة وباقي له 2 سنين وهرب يحسب من تاريخ هربه، تاريخ تملصه من الحكم، أما الغياب من تاريخ الحكم. طبعاً في الجنح والمخالفات يبدأ التقادم في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة وغير قابل للاستئناف أو للنقض، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى أو في الدرجة الثانية، وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو تبليغه في محل إقامته. أما إذا صدر أو إذا كان أما إذا كان المحكوم عليه موقوف فيجري التقادم من يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم، يعني حسب القياس كونه ضعف مدة العقوبة فيسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت. في تدابير الاحتراز يبدأ التقادم منذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير، ويشترط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء 7 سنوات
قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة. طيب كيف ينقطع التقادم؟ إذا نبحث في انقطاع التقادم. انقطاع التقادم هو زوال المدة التي مرت من التقادم زوالا تاما نتيجة حدوث سبب نص القانون عليه، وبدء سريان مدة التقادم من جديد محسوبة من تاريخ زوال سبب الانقطاع. طبعا ينقطع التقادم الجزائي على العقوبة في التشريع السوري وفق المادة 167 فقرة 3 عقوبات لثلاثة أسباب: 1- حضور المحكوم عليه، أي تسليم نفسه إلى السلطات المختصة المناط بها تنفيذ الحكم، ومثل ذلك إلقاء القبض على المحكوم عليه والبدء بتنفيذ الحكم، هاتان الحالتان لا تثيران أي صعوبة. 2- قيام السلطة بإجراء تنفيذه بغية تنفيذ الحكم، وقد عبر المشرع عن هذا السبب بقوله: أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. 3- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها. طيب وقف التقادم، هذا بالنسبة لانقطاع التقادم. الآن نصل إلى وقف التقادم. وقف التقادم هو عدم بدء سريان مدة التقادم أو عدم استمرار مدة التقادم في السريان نتيجة حدوث سبب نص القانون عليه، بحيث تقف المدة بوجود هذا السبب ثم تتابع سيرها بزواله، ويجمع القسم السابق إذا كان موجوداً مع القسم اللاحق. الفارق بين انقطاع التقادم ووقفه هو أن الأول يزيل المدة السابقة لسببه زوالاً تاماً فلا تعود تحسب في مدة التقادم، أما الثاني فلا يزيل المدة السابقة لسببه بل تبقى بكل آثارها ثم تضاف إلى المدة اللاحقة لزوال سبب الوقف، ويوقف التقادم وبوقوفه يتم توقيف كل حائل قانوني أو مادة يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. الحائل القانوني هو سبب قانوني يقرره المشرع ويمنع بموجبه السلطة المختصة من تنفيذ الحكم أو الترخيص لها بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. مثال: إذا منح المحكوم عليه وقف التنفيذ ثم ارتكب جرما آخر وحكم عليه من أجله، فإن العقوبتين في هذه الحالة تنفذان على التوالي، وتنفيذ العقوبة الأولى يوقف التقادم بالنسبة للعقوبة الثانية. كذلك الأمر بالنسبة للحامل غير الموقوفة المحكوم عليها بعقوبة الحبس، فلا تنفذ العقوبة فيها إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع. هذا التأجيل يوقف التقادم على العقوبة، كما أن الزوجين اللذين يحكم عليهما بعقوبة الحبس مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين، تنفذ العقوبة فيهما على التتالي إذا كان لهما ولد دون 18 من عمره وأثبتا أن لهما محلا معروفا للإقامة. تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين يوقف التقادم على عقوبته. هذا بالنسبة للحائل القانوني. أما الحائل المادي فمثاله الحرب، احتلال أرض الوطن من قبل جيش أجنبي، الزلزال، طوفان، كل الحوائل المادية التي لا يعود التنفيذ معها ممكنا. كما رأينا في انقطاع التقادم نص المشرع كذلك في حالة وقف التقادم على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها. طيب ما هي آثار التقادم؟ اجتياز محكمة النقض في سوريا وفي أغلب دول العالم استقر على أن التقادم من النظام العام، ونتيجة لذلك فإن الادعاء بالتقادم يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوة، كما يمكن إثارته عفوا من قبل المحكمة. يعني إذا أغفل المدعى عليه أو المتهم إثارة أو المحكوم إثارة موضوع التقادم، فالمحكمة من تلقاء ذاتها ممكن أن تطرحه ويمكن أن يطرح في أي وقت. فللتقادم عدد من الآثار بينتها المادة 161 من قانون العقوبات، هي عند استكمال التقادم للمدة المحددة له تزول العقوبات وتدابير الاحتراز، ولكن التقادم لا يزيل الحكم بل يظل قائما منتجا لآثاره القانونية، فهو يحسب في التكرار واعتياد الإجرام ووقف التنفيذ.
كذلك التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة أو على المصادرة العينية، ولا تأثير للتقادم الجزائي على التعويضات المدنية المحكوم بها، فهذه تظل خاضعة لقواعد التقادم المدني، أي التقادم الطويل 15 سنة. هذا بالنسبة للتقادم. نصل الآن إلى العفو من انقضاء العقوبة. العفو، العفو هو محو الجريمة أو محو العقوبة كلياً أو جزئياً. العفو في التشريع السوري إما أن يكون خاصاً وإما أن يكون عاماً، والفارق كبير بين هذين النوعين من العفو. سندرس أحكامهما كما يلي. العفو الخاص نبدأ. العفو الخاص هو منحة من رئيس الدولة تزول بموجبها العقوبة عن المحكوم عليه كلها أو بعضها، أو تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها. العفو الخاص تأخذ به أكثر التشريعات في العالم، فهو مؤسسة لا غنى عنها لأسباب متعددة، أهمها أن القاضي يطبق القانون ولا يستطيع تعدي الحدود المرسومة له في تطبيق العقوبة، بحيث يتعذر عليه أحياناً مواجهة بعض المسائل التي تحتاج إلى حل خاص لا تسمح به حدود سلطة القاضي. وقد وجد المشرع أن الحل الوحيد لهذه المسألة هو إناقة حق الموازنة بين ضرورة تنفيذ العقوبة وضرورة المصلحة العامة بسلطة عليا في البلاد مؤهلة لمثل هذه المهمة، هي سلطة رئيس الدولة. والعفو الخاص بالإضافة إلى ذلك هو سبيل لإصلاح الأخطاء القضائية التي تكتشف بعد أن يكون الحكم قد أصبح مبرما وسدت أمام المحكوم عليه جميع طرق المراجعة، ثم هو وسيلة للحد من آثار الحكم بعقوبة الإعدام إذا كانت هذه العقوبة قد فرضت في حالات لا تتحقق فيها مقتضيات الصالح العام، وهو أخيرا طريق لمكافأة من حسن سلوكه أثناء تنفيذ عقوبته ولم تتوافر فيه شروط وقف الحكم النافذ، وأصبح ضرر إبقائه في السجن أكبر من نفعه. ولكن هذا لا يعفينا من القول بأن العفو الخاص يجب أن يستعمل بحكمة واعتدال، وإلا فسدت هذه المؤسسة وفقدت قيمتها وخرجت عن الأهداف التي وضعت من أجلها. طبعا العفو الخاص في سوريا غير موجود، ولكن يجوز تقديم الطلب، أما أن يبت بطلب عفو خاص فهذا ما مر خلال السنوات السابقة كلها. قبول العفو الخاص أو عرضه على ديوان لجنة العفو الخاص يوقف تنفيذ العقوبة إذا كانت جنحة وكان المحكوم عليه خارج السجن. هذا بالنسبة للعفو الخاص. طبعا هناك لجنة بوزارة العدل اسمها لجنة العفو الخاص، يرأسها دائما نائب وزير العدل. ما هي شروط العفو الخاص؟ للعفو الخاص شروط متعددة. يمنح العفو الخاص رئيس الدولة وهو صاحب السلطة النهائية فيها، وهذا المنح يكون بمرسوم يذكر فيه اسم المعفو عنه والعقوبة المسقطة والعقوبة المتبقية إذا كان الإسقاط جزئيا والعقوبة المستبدلة إن وجدت. طبعا استبدال العقوبة لا يكون إلا بحالة حكم الإعدام، يستبدل بالمؤبد بشكل دائم. اثنين، لا يمنح رئيس الدولة العفو إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو. لجنة العفو تشكل من 5 قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. هذه اللجنة تبدي رأيها في طلب العفو ثم ترفع لرئيس الدولة، ومهما كان رأيها فالكلمة الأخيرة له، لأن دورها استشاري محض. لا يمنح العفو الخاص إلا إذا حكم المدعي عليه وصدر بحقه حكم جزائي مبرم، يعني الدعوة أثناء طور المحاكمة ما فيها شيء اسمه عفو خاص. يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات التالية أو بأكثر منها، يعني أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية أو أن يخضع للرعاية أو أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة تتجاوز 2 سنة في الجنح و6 أشهر في المخالفة. إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي كلياً أو جزئياً في مهلة أقصاها 3 سنوات. طبعا آثار العفو الخاص، للعفو الخاص عدد من الآثار. العفو الخاص شخصي لا يمتد أثره إلى الشركاء أو المحرضين أو المتدخلين في الجريمة، يعني يطبق بحق من صدر باسمه. العفو الخاص منحة لا يجوز للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة منها. يشمل العفو الخاص العقوبات الأصلية فقط،
وهو يقضي بإبدالها أو بإسقاط مدتها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا. بالمقابل فإن العفو لا يشمل العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه. إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بالعفو الخاص يعادل التنفيذ. العفو الخاص يسقط العقوبة ولا يسقط الحكم. معنى ذلك أن مفعول الحكم يستمر لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ، وقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار والتكرار وإعادة الإجرام. ولا أثر للعفو الخاص على حقوق المجني عليه في التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة. ويفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات المفروضة عليه بموجب مرسوم العفو. هذا بالنسبة للعفو الخاص. أما العفو العام، العفو العام أو العفو الشامل هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية مجلس الشعب، أو مرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية بصفته مفوضا بالتشريع في حالات معينة، فيشمل جريمة أو عددا من الجرائم ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنها، أو يشمل عقوبة بعينها فيسقطها أو يخفض من مدتها. العفو العام سلطة في يد المشرع يستعملها حينما يريد أن يزيل ستار النسيان على بعض الأفعال لأسباب سياسية أو اجتماعية، ويرى أن المصلحة العامة تقضي برفع آثار هذه الأفعال عن الأشخاص الذين قاموا بها. فالعفو العام مجاله أوسع في الجرائم السياسية وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والجرائم العسكرية والجرائم القليلة الأهمية. إلا أن العفو العام كثيرا ما يصدر لحسابات خاصة بالسلطة الحاكمة، كالعفو الذي يصدر على أثر تغيير نظام الحكم أو بعد عمل سياسي هام أو بمناسبة تسلم رئيس جديد لمقاليد السلطة العليا في البلاد. طيب، ما هي شروط العفو العام؟ الشرط الوحيد للعفو العام في التشريع السوري هو صدوره عن السلطة التشريعية، وهو إما أن يصدر بقانون عن مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي عن رئيس الدولة مباشرة. وسبب عدم تقييده بشروط أخرى هو صدوره عن السلطة التي تسن القوانين وهي صاحبة الحق إذا أرادت بفرض الشروط التي تراها ضرورية للاستفادة من العفو العام. ما هي آثار العفو العام؟ طبعا آثار العفو العام وردت في المادة 150 عقوبات سورية، هي يسقط العفو العام من حيث المبدأ الجريمة والعقوبة معا. فإذا كانت الدعوة العامة لم ترفع بعد أو رفعت ولم يصدر فيها حكم مبرم تسقط، وأيضا إذا كانت في حكم يسقط. لا يشمل العفو العام تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة أو الأشياء التي صدر قرار بمصادرتها. لا أثر للعفو العام على الحقوق الشخصية، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني حتى لو كانت أمام محكمة جزائية، تبقى محتفظ فيها وتتابع المحكمة الجزائية بسلطتها الولائية بالحكم بالحق الشخصي إلا إذا رأت أن تعلن عدم اختصاصها وتعيد إحالتها إلى القضاء المدني، لأن الدعوة المدنية تكون تبعا للدعوة الجزائية. مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام، طبعا يعني يختلف العفو الخاص عن العفو العام في بعض الوجوه ويتشابه معه في وجوه أخرى. العفو الخاص يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الدولة، العفو العام يسن بقانون من السلطة التشريعية. العفو الخاص لا يمنح إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. العفو العام يصدر في أي وقت سواء كانت في مرحلة الدعوة أو الاتهام أو مرحلة الحكم. العفو الخاص شخصي يمنح إلى شخص معين بالذات يسمى في مرسوم العفو. العفو العام موضوعي يشمل كل مرتكبين جريمة معينة بغض النظر عن أشخاصهم. العفو الخاص لا يمس الجريمة، وهو لا يؤثر إلا في العقوبة فيلغيها أو يخفف منها أو يستبدلها بعقوبة أخرى. العفو العام يشمل الجريمة والعقوبة معا. لا يشمل العفو الخاص إلا العقوبات الأصلية. العفو العام يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والتبعية والإضافية. يتفق العفو الخاص مع العفو العام في أنهما لا يشملان تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح إلا إذا نص قانون العفو أو مرسوم العفو صراحة على ذلك. ونوعا العفو يتفقان أخيرا في عدم المساس بحقوق المجني عليه. العفو العام يتعلق بالنظام العام، معنى ذلك أن العفو العام منحة من المشرع لا يجوز رده أو التنازل عنها، وإن على القاضي
أن يثير مسألة العفو العام من نفسه تلقائيا وإن لم يطالب المدعى عليه في أي درجة من درجات التقاضي أو في أي مرحلة من مراحل الدعوة، ويمكن إثارته حتى يعني أمام محكمة الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض في كل المراحل. هذا بالنسبة للعفو بشكل عام، سواء كان عفوا خاصا أم عفوا عاما. نصل إلى البحث الأخير من انقضاء العقوبة، هو إعادة الاعتبار. طبعا إن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة والتدبير الاحترازي المحكوم بهما أو نيله عفوا خاصا أو سقوط عقوبة بالتقادم لا يعني خلاصه نهائيا من آثار الحكم، بل تظل هذه الآثار عالقة به ويحرم بنتيجتها من العديد من الحقوق، وتحسب في أحكام التكرار واعتياد الإجرام. والمعروف أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم الجزائية ترسل بعد اكتساب الدرجة القطعية إلى إدارة الأدلة القضائية لتدور في السجل العدلي للشخص، ويمكن الرجوع إليها كلما احتاج الأمر إلى ذلك. وحسبنا أن نعلم بأن صورة السجل العدلي للمواطن في سوريا من الوثائق الأساسية التي تطلب منه حين التقدم للوظائف أو الأعمال في الدولة أو الحصول على رخصة أو إجازة أو منحة من الأجهزة الرسمية، وذلك للاطلاع على ما يطلق عليه بصحيفة السوابق ومعرفة ما إذا كان المتقدم بالطلب محروما من الحق الذي يرضي الحصول عليه أم لا. طبعا هذا الوضع شاذ لا يتفق مع منطق علاج الجاني وإصلاحه، لأن خروج المحكوم عليه من السجن إلى مجتمع يرفضه ويسد أبواب العيش في وجهه سيزيده حقدا ويملأه موجدة ويدفعه للعودة إلى طريق الجريمة. وعلى ذلك عمد المشرع السوري إلى تبني مؤسسة إعادة الاعتبار، لأنها الحالة التي يكون عليها المحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته بالتنفيذ أو بالعفو الخاص أو بالتقادم، ومحو آثار الحكم بالإدانة محوا كاملا وإعادة حقوقه السياسية والمدنية إليه. طبعا إعادة الاعتبار في التشريع السوري على نوعين، قضائية وقانونية، سندرس هذين النوعين على التوالي، وبعد ذلك سندرس الإجراءات إعادة الاعتبار وطلب يعني وآثار إعادة الاعتبار. يعني إعادة الاعتبار موضوع مهم جدا. نبدأ بإعادة الاعتبار القضائية. سميت إعادة الاعتبار القضائية بهذا الاسم لأنها من اختصاص القضاء، وتفترض عودة المحكوم عليه إلى الجهة القضائية المختصة لطلب إعادة اعتباره، ولهذه الجهة سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه. ما هي شروط إعادة الاعتبار؟ طبعا لإعادة الاعتبار خمسة شروط لا بد من توافر هذه الشروط مجتمعة ليتمكن القضاء من قبول طلب المحكوم عليه بإعادة اعتباره. هذه الشروط هي: واحد، تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها بالعفو الخاص أو التقادم. اثنين، مرور مدة زمنية معينة تسمى مدة التجربة على تنفيذ العقوبة أو العفو الخاص أو سقوطها بالتقادم. ثلاثة، عدم صدور حكم لاحق بحق المحكوم عليه يقضي بعقوبة جنائية أو جناحية. أربعة، وفاء الإلزامات المدنية المحكوم بها. خمسة، صلاح المحكوم عليه. هذا بالنسبة لإعادة الاعتبار القضائية. أما إعادة الاعتبار القانونية، ما هي إعادة الاعتبار القانونية؟ إعادة الاعتبار القانونية أو الحكمية تعني أن يعاد الاعتبار إلى المحكوم عليه حكما أو بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم قضائي. وواضح من ذلك أن إعادة الاعتبار القانونية تختلف عن إعادة الاعتبار القضائية في أن الأولى حتمية ولا وجه لرفضها إذا تحققت شروطها، أما الثانية فمرجعها هو القضاء الذي يملك سلطة تقديرية كاملة في قبولها أو رفضها. وقد أوجد المشرع إعادة الاعتبار القانونية إلى جانب إعادة الاعتبار القضائية لتقديره عدم وجود حاجة لسلوك الطريق القضائي في قضايا الجنحة، وهي أقل أهمية من قضايا الجناية إذا مرت مدة تجربة طويلة نسبيا تقوم قرينة على صلاح المحكوم عليه، وإذا تحققت شروط معينة يتطلبها مثل هذا الإجراء. لكن يعاب على إعادة الاعتبار القانونية أنها قد لا تتفق في بعض الحالات مع الواقع، ف
فلا يكون المحكوم عليه جديرا بإعادة الاعتبار، وهذا العيب لا ينال من أهمية إعادة الاعتبار القانونية من الناحية العملية ما دام تطبيقه لا يتجاوز قضايا الجنحة ومنوط شروط لا بد من توافرها في المحكوم عليه الذي يعاد اعتباره حكما. شروط إعادة الاعتبار القانونية كما نص عليها القانون هي ثلاثة شروط. أولها أن تكون العقوبة المحكوم بها جنحية مانعة أو مقيدة للحرية كالحبس والإقامة الجبرية، أو أن تكون العقوبة الجنحوية هي الغرامة. طبعا إذا كانت جناية لا يجوز إعادة الاعتبار القانوني فيها بل نلجأ إلى القضائية. طبعا أن تمر، الشرط الثاني أن تمر 7 سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة الجنحية المانعة أو المقيدة للحرية، و5 سنوات من تاريخ أداء الغرامة الجنحية أو انتهاء مدة الحبس المستبدل بها. الشرط الثالث ألا يكون المحكوم عليه بعقوبة جنحوية مانعة أو مقيدة للحرية قد قضي عليه في خلال 7 سنوات المذكورة في الشرط السابق بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد. وإذا كانت العقوبة هي الغرامة الجنحية وجب ألا يقضى على المحكوم عليه في خلال 5 سنوات المذكورة أيضا في الشرط السابق بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد. طبعا إجراءات إعادة الاعتبار، أصول المحاكمات حددت هذه الإجراءات وفق القواعد. يقدم المحكوم عليه طلب إعادة الاعتبار لقاضي الإحالة، يعين فيه نوع إعادة الاعتبار القضائي أم القانوني الذي تنطبق شروطه عليه. قاضي الإحالة يدرس الطلب، يتحقق من استيفاء المحكوم عليه لشروط إعادة الاعتبار المبينة فيه، ثم يحيل الأوراق للنائب العام لإبداء المطالبة. إذا كان المحكوم عليه يطلب إعادة الاعتبار استنادا إلى إعادة الاعتبار القانونية وكانت شروطها متوفرة كلها فيه، أصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب. في هذه الحالة يرسل قاضي الإحالة صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام. إذا كان المحكوم عليه يطلب إعادة الاعتبار استنادا لإعادة الاعتبار القضائية وليس القانونية، فعلى قاضي الإحالة أن يبدي رأيه في الطلب، يرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة، ويعود إلى هذه المحكمة أمر إصدار القرار بالقبول أو بالرفض بعد أخذ مطالبة النيابة العامة. إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام. إذا ردت المحكمة طلب إعادة الاعتبار فلا يحق للمحكوم عليه تجديده قبل مضي السنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض. على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه. طبعا لإعادة الاعتبار آثار، طبعا سواء كان قضائي أم قانوني، والآثار واحدة نصت عليها المادة 160 من قانون العقوبات، نجملها فيما يلي: محو الحكم بالإدانة وإبطال مفاعيله وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه، حيث ينتج عن هذا الأثر ما يلي: استعادة المحكوم جميع حقوقه المدنية والسياسية التي انتزعها حكم الإدانة، سقوط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية، عدم حساب الحكم الزائد لإعادة الاعتبار فيما بعد في التكرار وإعادة الإجرام، وعدم حيلولته دون وقف التنفيذ. ثانيا يمتد أثر إبطال مفاعيل الحكم الجزائي إلى المستقبل ولا يكون له أي مفعول رجعي على الماضي، وهذا يعني أن المحكوم عليه يستفيد من زوال حكم الإدانة من تاريخ إعادة اعتباره، أما ما ناله قبل ذلك من مفاعيل الحكم فقد تم وانتهى أمره. ثالثا لا أثر لإعادة الاعتبار على حقوق الغير، فهذه الحقوق تظل قائمة وإلى حين الوفاء بها أو سقوطها بأحد أسباب سقوط الالتزام المدني الناجم عن جرم جزائي. طبعا نحن بذلك نكون قد انتهينا.
من نكون قد انتهينا من بحث انقضاء العقوبة بعد أن بحثنا في انقضاء الحكومة العقوبة بوفاة المحكوم عليه، وانقضاء العقوبة بالتقادم، وانقضاء العقوبة بالعفو سواء كان عاما أو خاصا، وانقضاء العقوبة بإعادة الاعتبار سواء كانت إعادة اعتبار قضائية أم إعادة اعتبار قانونية. نقول لكم إلى اللقاء في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم.